السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة اليوم، فعلا اليوم المجيد، اليوم اللي مصر فعلا رفعت فيه راسها، يوم العزة ويوم الكرامة، يوم الحرية ويوم المجد. اليوم اللي لما اتفرجت على فيلم مثلا 300 سبارتان، فيلم 300 سبارتان، لما اتفرجت على الفيلم ده حسيت ان هو مأخوذ من يوم حرب 6 اكتوبر، لان كان الجيش المصري ساعتها زي ما كلنا عارفين كان طالع. ما نقدرش نقول عليه ان هي كانت انكسار 67، احنا نقدر نقول عليها بكل بساطة ان هي كانت جولة في معركة وخلصت لصالحهم، وعرفنا ان احنا نسترد حقنا. تحية عطرة لكل جندي مجهول، تحية عطرة لكل شهيد، تحية عطرة للرئيس الراحل أنور السادات، تحية عطرة لكل جندي وكل ضابط استشهد زمان ولازال بيستشهد لحد دلوقتي في سبيل البلد، تحية عطرة لكل مواطن بيخاف على البلد، تحية عطرة لكل بني آدم بيحب البلد. احنا ما بنتكلمش على أفراد، ما بنتكلمش على أشخاص، كل الأفراد زائلون والوطن باقي. احنا كأرض، احنا كشعب اللي بنبقى واللي بنفضل، حتى الشعب بيسلم جيل ولا جيل ورا جيل، ناس بتموت وليها ولادها وناس بتعيش، نسلم حبنا لبلدنا، نسلم البلد دي، نعرف أجيالنا كلها يعني ايه مصر، يعني ايه الدفاع وعن الشرف في البلد ديت. نعلم الناس كلها ونعلم أجيالنا ان كان في ناس من آلاف السنين بيستشهدوا في سبيل البلد ديت. نعرف الناس ايه هو الجيش المصري، الجيش المصري اللي ليه بطولات وامجاد مهما قلنا ومهما عدنا ما تكفيش حقها. الجيش المصري اللي عرف العالم كله ايه هو القتال. الجيش المصري ما هو الشخص، الجيش المصري ملك للدولة كلها. تحيا مصر بتاعت مصر، تحيا مصر بتاعت الشعب، تحيا مصر مش مربوطة بأي حد، تحيا مصر هو شعار مصر، كلنا فدا مصر. تحية لكل واحد بيحب البلد ديت. مرة تانية أنا حبيت أسجل صوتي إني واحد من ضمن الملايين الملايين اللي مروا عبر آلاف السنين اللي بيحبوا البلد ديت. ويا رب دايما ربنا يحفظ بلدنا مصر، ربنا ينصرنا يا رب وما يشمت فينا أي حد، ويحفظ الشعب الكريم الغلبان، يحفظ الشعب الصابر، يحفظ الشعب اللي نفسي يعيش حياة كريمة دايما. ويا رب يصبر برضو البلد على بعض الناس اللي مش متحملة المسؤولية، أو اللي بتستهتر بمعنى الوطنية، أو اللي بتستهتر بمعنى إيه هي عزة الوطن وإيه هي كرامة الوطن. كلمة الوطن كبيرة جدا جدا جدا. ياريت، بطالب كل شاب في سني أو كل راجل في سني إنه يعلم ابنه أو بنته حب الوطن، وما يدخلش أي خلافات سياسية ما بينه وما بين حب البلد. كل الناس، أي حد أيا كان، بدون ذكر أي مسميات، هنتفق عليه أو هنختلف عليه دي حريتك الشخصية، لكن حبك لوطنك ده واجب عليك. تنمي حب البلد لأولادك ده واجب عليك. اتفرجوا على الأفلام الأمريكية، شوفوا مثلا أبسط الأمور اليوتيوبرز اللي في أمريكا، زي مثلا كيسي إنيستا لما حصلت لاس فيجاس، قد ايه عمل فيديوهات حملة تبرع بس علشان حادثة. ولما حصل الاعاصير في فلوريدا وقبلها، شوفوا اليوتيوبرز قد ايه كانوا بيرفعوا علم بلدهم، لحد قال عليهم بيطبل، ولا حد قال عليهم اصل هو النظام. مفيش حب للوطن بيرتبط باي نظام. حب الوطن ده حب راسخ جوه قلوبنا. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما ترك مكة وذهب للمدينة كان حزين جدا جدا، عشان بيفارق بيته وبيفارق مكانه. حب الوطن يا سادة، حب الوطن. نشوف المجتمعات اللي برة بتنمي في ولادها قد ايه بيحبوا بلدنا. نعلم ولادنا قد ايه هو معنى الوطن. الجندي المجهول هيفضل عايش في وسطنا. الجندي المجهول هو مش كل روح شهيد وبس، الجندي المجهول
هو عبارة عن شخص مجهول اسمه الوطن اللي لازم نفضل متعلقين بيه، لأن هي دي بلدنا. عاشت مصر وربنا يبارك في مصر واشوفكم على خير. سلام عليكم.